أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الخامس عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس عشر. كونوا معي. كما يظهر أمامكم على الشاشة، الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام. سيكون النتاجات التعليمية نوضح حقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، نقدر سبق الإسلام في إعطاء المرأة حقوقها الاجتماعية. حقوق المرأة الاجتماعية كما يظهر أمامكم في الخريطة المفاهيمية: التكريم والتقدير والرعاية، التعلم، اختيار الزوج، الحضانة، المشاركة في بناء الأسرة وتربية الأبناء، إبداء الرأي والمشاركة في بناء المجتمع، المحافظة على عرضها وسمعتها، أداء العبادات الجماعية. التكريم والرعاية: الإسلام كرم المرأة زوجة وأخت وبنت، وجعل احترامها وتقديرها من أهم الطاعات. جعل الأم في أولى الناس تقديراً، وهي أولى الناس في المعاملة الحسنة. وكلنا نعرف الحديث النبوي الشريف: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك، ثم من، ثم أمك، ثم من، ثم أمك، ثم من، ثم أبوك. وأيضا: جاز من يحسن إلى البنات بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. وأمر بحسن عشرة الزوجة، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم على رعاية زوجته وأهل بيته بأنه خير الناس، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. التعلم: فرض الإسلام طلب التعلم على كل مسلم ذكر أو أنثى. خاطب المرأة مثل الرجل في ذلك لتؤدي بالعلم ما عليها من واجبات دينية ودنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيات وقتا يجتمعن به ليعلمهن أمور دينهن، وبرز في النساء نساء كثيرات كأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. اختيار الزوج: أقر الإسلام حق المرأة في قبول الخاطب أو رفضه، فلا تجبر على الزواج أي كان، وجاء اشتراط وجود الولي في العقد لنصح المرأة وتوجيهها إلى حسن الاختيار والتأكد من كفاءة الرجل لها وحرصا على حقوقها. ودليل ذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن أباها أراد تزويجها من ابن أخيه من غير رضاها لأنه لم يكن مكافئا لها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء في الأمر من شيء. الحضانة: حق الحضانة هو للمرأة، حضانة طفلها وإرضاعه، خاصة في حالة افتراق عن الزوج بالطلاق. تقوم الأم برعاية طفلها وتربيته وتغذيته بالحنان وعاطفة الأمومة التي يحتاجها. وجعل الإسلام الأم أولى الناس بحضانة طفلها لأن في ذلك تلبية لحاجاتها النفسية. المشاركة في بناء الأسرة وتربية الأبناء: من حق المرأة أن تشارك زوجها في القيام بواجباته تجاه الأسرة وتربية الأبناء تربية حسنة، إلى أن الأم تتحمل مسؤولية كبيرة في الحرص على تربية أبنائها على الأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية الحسنة ليكونوا نافعين لأنفسهم وأوطانهم وأمهاتهم.
إبداء الرأي والمشاركة في بناء المجتمع. هناك سنقوم بدراسة الكثير من الأمثلة على حق المرأة في إبداء رأيها وإعطائه. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك على الشاشة، سننتقل إلى أسئلة الدرس في ضوء ما شرحنا في الحصة السابقة. أصف حال المرأة عند الأمم السابقة. أذكر أربعة من حقوق المرأة الاجتماعية. أدلل على تكريم الإسلام الأم، الزوجة، البنت. أعلل الأمور الآتية وسنتدرج في الأسئلة. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.